أهلا بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ولقاء جديد يتجدد بكم. والطريق الثالث، السبحة دي ما تنخدعوش فيها. السبحة دي بتفكرني بسبحة زكي رستم في فيلم رصيف نمرة 5، لما راح له فريد شوقي وقال له امال فين سبحتك يا معلم؟ قال له يظهر اني نسيتها في البيت. قال له لا، انا لميت لك السبحة. احنا النهاردة جايين نقول ليحيى والباسم احنا لمينا لكم السبحة. فين السبحة بتاعتك يا باسم؟ فين السبحة بتاعتك يا يحيى؟ الاتنين كانوا بيصلوا الجمعة النهاردة في قرية شعيرة، قرية يحيى صدقة. باسم رايح يصلي مع يحيى، ليه؟ اللي يخلي باسم يسيب دمنهور اللي هو مقيم فيها أو اسكندرية أو أي مكان ويروح قرية أو عزبة داخل قرية داخل مركز، ليه؟ حاجة من الاتنين، يا معزوم على الغداء وده أساسي طبعا، بس إزاي تعزم عند يحيى؟ وخطبة الجمعة، ممكن يكون خطيب الجمعة ده حد انت لازم تروح له بالمشوار علشان خطيب يعني بيخطب خطبة كويسة مثلا يعني. مش هما دول الحاجتين اللي ممكن تخلي حد ينتقل من مكان لمكان يصلي في المسجد الكبير في عزبة شعيرة؟ بالنسبة للغدا ده طبعا أمر وارد، ما هو مش معقول باسم هيروح ليحيى في قريته أو في عزبته وبعد كده هيصلوا وبعد الصلاة هيقول له روح يا ابني لبيتك، لا أكيد في غدا ولا في منه. وفي طبعا مكالمات لفلان بيه وعلان بيه وحاجات كتير يعني، وهلم جرب ممكن نكون رايحين مع بعض مشوار، بس كل حاجه خلينا نقولها لكم في وقتها. نيجي بقى لخطيب الجمعه وخطبه الجمعه، يا ترى خطبه الجمعه كانت عن ايه؟ والله لو عملت لحضراتكم مسابقه في موضوع خطبه الجمعه مش هتقدروا توصلوا لموضوع خطبه الجمعه اللي الخطيب خطبه النهارده في المسجد الكبير في شعيره. كان عن نصوص المال العام، عن من يستبيحون المال العام، عن سارق المال العام. والله زي ما بقول لك كده، هو حاجه من الاثنين، يا ده الموضوع الطبيعي بتاع الخطيب برغم ان هو مش من الموضوعات الدارجه قوي يعني في خطب الجمعه، او يكون هذا الرجل لما شاف يحيى وشاف باسم، وطبعا هم مشهورين ومعلومين، يحيى في مسقط راسه معروف ومفهوم كويس جدا، واي حد لو سالته هيقول لك يحيى طبعا ده يعني معروف انه راجل متهم بالاستيلاء على المال العام من خلال ما نشرناه. وباسم نفس النظام ايضا متهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وايضا هو موصوم بانه غير نظيف اليد وفق التقرير هيظهر امام حضراتكم دلوقتي. ده يعني من احد الجهات التي نعتز بها جميعا بيقول ان هذا الرجل غير نظيف اليد، وانه مارس ممارسات ادت الى اهدار المال العام وعدم خلاص ذمته الماليه. تمام كده، ده لما كان عايزين يخلوه مدير مشتريات، انما جينا بعد كده عملناه مدير 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 المشتريات وكل الايه الجامعه كلها، وبقى هو يكاد يكون الامين الفعلي لهذه الجامعه. تمام كده، مفيش مشكله. طيب هنقول ايه بقى يا جماعه؟ خطبه الجمعه كل ما الراجل يقول والذين يستبيحون المال العام والذين يستحلون، مش الناس كده على طول تبص على باسم وعلى يحيى، ايه يعني. انت بتتكلم علينا يا عم ولا ايه؟ كل ما اقول والذين مش عارف ما نصوص المال العام، الناس تبص على يحيى وعلى باسم، ايه يا جماعه في ايه؟ هو هيلاقوها من هاني الدباني ولا هيلاقوها من خطيب الجمعه ولا هيلاقوها من العزبه بتاعت يحيى؟ هو في ايه؟ وهنا بقى نروح لباسم، يا ترى يا سيد باسم اللي بيحصل ده قانوني؟ يا دكتور عبد الحميد اللي بيحصل ده قانوني؟ ايها القانونيون المحترمون في جامعه دمنهور، اللي بيحصل ده قانوني؟ باسم عضو لجنة فض مظاريف والمسؤول المالي الأول ومهندس الماليات في جامعة دمنهور التي تنظر في فتح مظاريف لإحدى المناقصات التي بها شركة يحيى صدقة، أو دعونا نقول شركات يحيى صدقة. هل ينفع؟ ينفع أروح أصلي معاه الجمعة في عقر داره؟ ليه؟ إحنا مش هنقول بقى رايح يعمل إيه أو يسلم إيه أو يستلم إيه أو يهندس إيه او يشوف حاجه بديله للي احنا بنعملها له، المطبات اللي بتتعمل له اللي احنا بنعملها له كده في المناقصه دي، لان المناقصه دي مش عارف كده يعني يمسكها زي الاول. ومحمد عامر ساعده على قد ما يقدر، بس للاسف لان احنا واقفين له شويه. ايه بتعمل ايه عند يحيى صدقه؟ هل ده قانوني؟ هل بعد هذه الزياره وبعد صلاه الجمعه الاثنين مع بعض وبعد اللي تم بعد صلاه الجمعه اللي سنكشف عنه في حينه، بس انا مستني منهم كلمه، يحيى باسم اللي انا بقوله حصل ولا ما حصلش؟ لو ما حصلش قولوا ما حصلش، بس ابعتوا لي قولوا لا ما حصلش، انا ما صليتش جمعه، انا ما بصليش اصلا. انا عارف طبعا يعني الموضوع بالنسبه لباسم يعني انا عارف
زي سبحة كده زي كروستوم يعني. انما لو التزمتوا الصمت زي كل مره فده اقرار منكم ان احنا اللي احنا بنقوله ده صح، وكده كده الناس بتاعتنا وحبايبنا مشاهدينا في كل مكان واثقين فينا وعارفين ان احنا لما بنقول لكم على فلان عمل ايه انتوا عارفين ان احنا اللي بنقوله ده صح. تمام كده؟ يبقى اللي بيحصل ده قانوني؟ اللي بيحصل ده فورا يستدعي عزل باسم من مكانه كأمين مساعد الشؤون المالية، وفورا الغاء وجوده في اي لجنة من اللجان فورا. اعتقد الدكتور عبد الحميد مفيش بعد كده حاجة. الراجل ده اهو علني كده يعني، معلش يعني، وقع في المحظور برغم ان الراجل ده كان حريص كل الحرص ان هو يبقى من بره يدير ولا يدار، زي التفال كده يتعامل فيه كل حاجه بس ما يلزقش فيه حاجه. تمام كده؟ اتصل تفال حضرتك ممكن تعمل فيها كل حاجه، تطبخ فيها كل انواع الطبيخ، وهو كان بيطبخ كل انواع الطبيخ بس زي التفال ما بيلزقش فيه حاجه. والله كلمه بجد يعني هي لصيقه بالاخ بس. تمام كده؟ اعتقد وجوده مع يحيى كده الامر كاشف، وننتظر رد من جامعه دمنهور، وننتظر رد من باسم ويحيى. لو ما ردتوش يبقى اقرار، وانا عارف ان انتوا مش هتردوا، ويا سلام لو رديتوا قلتوا لا. يا سلام لو رديتوا قلتوا لا. بس والله عزيزي المشاهد ارجعك بس لحته كده كانت بسك. كل ما الخطيب يقول ورصوص المال العام الذين يستبيحون ويستحلون المال العام، الناس تعمل كده وتبص على يحيى وعلى باسم. عارف انت لما الكاميرا تغير الكادر مره واحده كده من اقصى اليمين لاقصى الشمال تك كده، هو ده اللي كان بيحصل والله. تيك. ايه يا جماعه؟ يا جماعه ده انتوا بقيتوا مشهورين والله، ده انتوا حتى في القاهره مشهورين. عارف يا باسم لو جيت تصلي الجمعه في القاهره يعني انت ممكن يكون في شيخ معين حبيبك في القاهره بتحب مثلا تقعد معاه او تروح له تصلي معاه الجمعه. ما هو صلاه الجمعه معروفه ايه غير بالشيخ؟ هي صلاه الجمعه ايه غير شيخ؟ صح كده؟ يا شيخ اخباره ايه وراح فين؟ الشيخ بتاع صلاة الجمعة يعني. طيب نروح لنقطة المناقصة. زي أنا لحضراتكم المرة اللي فاتت في الحلقة الماضية أو قبل الماضية، ما حصل من عوار في هذه المناقصة، وما حصل من تعطيل عمدي أو تعطيل عمدي من جامعة دمنهور. مش من جامعة بقى كجامعة، لا، من بعض الناس في الجامعة المسؤولين عن المناقصة، محمد عامر، باسم والناس دي، وتعطيل احدى الشركات اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت اللي هي شركه العمري على ما اعتقد. انا ما اعرفش هو اسمها ايه بالظبط يعني، بس هي صاحبها اسمه عادل العمري، ايا كان باسم الشركه دي. طيب الكلام بقى واللي هيترد واللي ترد في حينه ان في ناس دفعت في البنك. نسيب بقى سبحه زكي رستم عشان نعرف نشتغل. سبحه يا باسم، سبحه يا يحيى. ان الناس دفعت في البنك، اشمعنى ده انت ما دفعتش ليه؟ وهنا السؤال، لو الناس الشركات التانية دفعت في البنك دون خطاب من جامعة دمنهور ما حدث خطأ يستوجب الإعادة. يبقى واحد تاني، لو الناس اللي دفعت السبع شركات اللي دفعوا ودخلوا فتح المظاريف كانوا دافعين في البنك دون خطاب موافقة من جامعة دمنهور بالإيداع في حسابها تحت حساب تأمين، ده غلط. طب لو كانت الناس دي أخدة خطاب برضه غلط، لان الراجل ده اتمنع انه ياخد خطاب. في الحالتين تجيبها كده تجيبها كده، المناقصه بايظه بايظه، يا تتعاد يا الحل الوحيد ليها ادراج هذا الرجل او هذه الشركه غصبا عن باسم وعن محمد عامر وعن الناس اللي ما كانتش عايزه الشركه دي او غيرها وكانوا عايزين يخلصوا الموضوع ليحيى زي كل مره. يبقى تاني انا بقول لك اهو، لو تم الناس السبع شركات دفعت التامين في البنك دون خطاب من جامعه دمنهور دي مخالفه. هتقول لي هم دفعوا وانا مالي؟ لا لا، حضرتك اللي انت قبلت ان انت تقبل منهم ايصال البنك دون ان يكون هناك اصل لخطاب موافقه منك، ولا انت مش عارف قانون المناقصات؟ طب في قانون المناقصات حضرتك لما يدخل واحد باكتر من شركه او يتم ما يسمى بالتواطؤ ما بين المتقدمين لهذه المناقصه، تلغى هذه المناقصه ويبلغ الناس المتواطئه للشبكة الرئيسية للصفحة الرئيسية اللي هي بوابة المشتريات الحكومية علشان يبقى الناس دي بلاك ليست ومفيش أي حد يتعامل معاهم تاني. يا ترى بلغتوا عن يحيى يا جامعة دمنهور؟ يا دكتور عبد الحميد للمرة التانية حضرتك مطالب قانونا، والله والله قانونا،
يا فندم ارجع لقانون المناقصات، ارجع للكتب الدوريه المنظمه لعمليات المناقصات، الراجل ده استولى على المال العام وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اللي هعرضه على حضرتك تاني دلوقتي. اهو استيلاء على مال عام. يتوجب على حضرتك الان بعد علمك مني انا شخصيا اهو ان حضرتك لازم تعمل خطاب ويرسل للبوابة الحكومية الرسمية للمشتريات بان هذه الشركة او هذا العميل او هذا المورد او هذا المقاول خالف القوانين والاشتراطات، مما يؤدي الى شطبه وعدم التعامل معاه، ويلغى وتخطر كل الجهات بقى اللي هو بتعملها في الازهر كان او في جامعة بنها او كل الحاجات العواطف جابتها له. تمام كده؟ ده لازم يا دكتور عبد الحميد، ده واجب قانوني. لو حضرتك ما عملتش كده انت اللي هتسأل، لان انا بعلم حضرتك يا فندم، بعلمك يعني امام الجميع. تمام كده؟ وحضرتك لازم تاخد الخطوه دي، اسال القانونيين عند حضرتك. تمام؟ ده واحد. نروح لنهله ومحبه ابنتي عواطف. او خليني اقول لحضراتكم ان احنا ممكن نروح لهم بعد الفاصل. ماشي، نروح لهم بعد الفاصل. يبقى هنختم حلقتنا دلوقتي او هذه الفقره دلوقتي، هنختمها بان باسم كان بيصلي الجمعه مع يحيى، وده يخلي كده باسم صفحته تنتهي من جامعه دمنهور، لان هو كده خلاص افصح عما بداخله وافصح عن العلاقه التي كان ينكرها وينكرها باسم من جانبه وينكرها يحيى من جانبه ايضا، ولكن اصبحت في العلن. واهل المدينه او اهل هذه القريه هم اهل كرم، اهل مروءه ومروءه، واعتقد صلاه الجمعه النهارده وخطبه الجمعه النهارده كانت خير شاهد. وانا واثق ان هذه الخطبه لم تكن هي الخطبه المعده، ولكن بمجرد رؤيه يحيى وباسم كان تغيير المسار بالفعل لموضوع يواتي الحدث ومواتي للحدث ومواتي للحضور. ودي فطنه من خطيب الجمعه النهارده اللي خطب في المسجد الكبير في شعيره، اللي له مننا كل التحيه والتقدير. تحيه اليك ايها الشيخ الذي لا اعرف اسمك والله، ولكن في حلقه قادمه باذن الله تعالى سيتم شكرك بالاسم، وممكن بالصوره كمان، ما عنديش اي مشكله خالص، لان انت قمت بعمل لا يقل من الاهميه عما نقوم به بالفعل، وانت قمت بدورك، وكل بجد يعني في هذا المضمار يؤدي دوره، وهناك جنود مجهولين يمكن ان نفصح عنهم في